كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا. حبيت اعمل فيديو مختلف بمناسبة العيد وبمناسبة كمان اني ما بعرفش اعمل كعك، فهجرب النهاردة ترندات الاكل بتاعة التيك توك. اول حاجة هجربها هي الفيتا تشيز باستا، شهرت جدا الفترة الاخيرة. قطعت طماطم وحطيتها في البايركس وحطيت الجبنة في النص، حطيت عليهم زيت زيتون وتوم وحطيت زعتر ورشة ملح خفيفة وفلفل. دخلتها بقى الفرن وسلقت المكرونة، ولما طلعت ده كان شكلها. هرستها بقى وبدأت أقلب كل حاجة مع بعض كويس. حطيت بقى المكرونة وقلبتها تاني. بصراحة شكلها في الأول ما كانش عاجبني أبدا وما كانش مشجع، برضو طعمها ما كانش عاجبني في الأول، بس بعد كام معلقة كده حبيت طعمها، فممكن نقيمها 7/10. الترند التاني بقى اللي هو بالثوم المخلل، صفيت المية بتاعته وشلت شوية منه، حطيت عليه اللي هو صوص السراتشا. كترت من الصوص ده لانه لقيت الناس يعني بتقول كل ما كتر يبقى احلى، وحطيت زعتر وحطيت كمان شطة. بصراحة ده ما عجبنيش ابدا ابدا، يعني انا ما قدرتش اكمل واحدة، فده ممكن اديله مثلا 1/10، 0 حاجة كده. تالت حاجة هجربها هو مشروب 7 اب. في حاجتين ناقصين اللي هما الفيمتو، وفي حلويات كده بتكون باودر كده ما لقيتهمش خالص، بس اكيد لو لقيتهم هرجع اجرب المشروب تاني. علشان ازين الكوباية من فوق حطيت عليها ليمون كده زي ما انتم شايفين، وحطيتها في السكر وطلع شكلها حلو قوي. حطيت بقى تلج وحطيت 7 اب، وحطيت بقى قعدت بقى احط شوية جيلي على الحاجات كده. حطيت اللي هو بالكولا. بصراحة الحاجتين دول كانوا لازم يبقوا موجودين، لان يعني كان طعمه 7 اب عادي جدا، بس شكله كان حلو قوي بصراحة. فلو في اي ترندات تاني حابين اجربها اكتبولي في الكومنتات. باي باي.